الآن نشرة الأخبار مع أسيل عماد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة والتي نبدأها معكم بأهم عناوينها. لا للتدخلات الخارجية، نعم لإنصاف المظلومين، أملنا بالتعاون مع الشركاء لإنهاء الملفات العالقة، يقول الشيخ الخنجر. قبل ساعات من الإغلاق، منتسبو الأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص. وفقاً لنتائج استبيان ودراسات، نسبة المشاركين في الانتخابات تتجاوز 70%، وتحالف عزم يتفوق على تقدم في المنافسة الانتخابية. أهلا بكم، وبداية النشرة من كلمة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر، والتي وجهها إلى الشعب العراقي بشأن الانتخابات، نتابعها معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم. يا شعبنا العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يومكم للتغيير المنشود نحو عراق أكثر استقرارا وعدلا ومدنية. 10/10 موعد عراقي بامتياز لكتابة صفحة جديدة في حياة أفضل بإذن الله. سنكتب ببصماتكم وقراركم الحر في اختيار الشخص المناسب لتطلعاتكم وطموحكم في الاستقرار والرفاه. يا أبناء شعبنا الكريم، أرى بوادر خير كثير وتغيير حقيقي ينتظره كل عراقي، فلا نفوت هذه الفرصة التاريخية. فلن يغير واقعنا هذا الطرف أو ذاك، ولا هذه الدولة أو تلك، بل هو قرارنا نحن كشعب. نحن كشعب عظيم يعشق تراب بلده ويفتخر بحضارته وتاريخه المجيد، سنقولها دوما: نعم للعراق، لا للتدخلات الخارجية بكل ألوانها، نعم للسيادة، كلا للتبعية، نعم للعدل وإنصاف كل مظلوم، لا لاغتصاب المدن وتهجير العوائل الآمنة. أملنا كبير بالتعاون مع شركاء الوطن الصادقين في إنهاء كل الملفات العالقة، فجرف الصخر تنتظر أهلها، وذوي المختفين قسراً يتلهفون لمعرفة مصير أبنائهم، وكذلك الذين سجنوا وصدرت بحقهم أحكاماً جائرة ينتظرون العدل والإنصاف. وكهذا الكثير من القضايا التي ساهمنا في حلها أو في حل جزء منها، وننتظر باقي الخطوات العملية لتحقيق العدل ومعالجة آثار الظلم. عهدا لن أترك قضية النازحين، ولن أتخلى عن حقوق أهلي مهما كلف الأمر، لأنني أؤمن إيمانا كاملا بأن استقرار العراق رهن
بمصالحة حقيقية لا شكلية. ومثلما وقفت مع أهلي في أيام الشدة بلا منا، سأقف معهم في استعادة حقوقهم ومعالجة كل القضايا التي تؤرق حياتهم. وبنفس المسافة سأقف مع الدولة ومؤسساتها ضد الفوضى وأدواتها، وأقف مع قواتنا وأجهزتنا الأمنية ضد الإرهاب بكل أشكاله القبيحة. نعم للعراق الواحد، نعم لسيادة العراق. عاشت فلسطين العروبة ويسقط المتآمرون. هذا عزمنا وهذا توكلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مشاهدينا، تنضم إلينا من بغداد المرشحة عن تحالف عزم الدائرة 16 السيدة عتاب الدوري. أهلا بك سيدة عتاب. إذن هل تابعتي اليوم عملية الاقتراع الخاص؟ ما هو تقييمكم أو ما هي مؤاخذاتكم على سير هذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحييك أختي العزيزة وحيي جمهور قناة الفلوجة. حقيقة اليوم الاستطلاعات أكثر من رأي، أكثر من صوت كان لتحالف عزم متمثل بالدكتورة عتاب الدوري عن الدائرة 16 تسلسل 53. حقيقة أكثر من شخصية ساهمت، شخصية أمنية ساهمت بالتصويت في دائرتي، كانت الأصوات أكثرها لتسلسل 53. ومن هنا هذه إن شاء الله بوادر خير وبشارة خير لتحالف الكبير بزعامة الشيخ خميس الخنجر. الحمد لله سير العملية الانتخابية جيدة جدا، تختلف اختلاف كلي عما جرى بال2018 من التزوير ومن الخروقات التي سجلت على تلك ذلك اليوم الأسود في 2018. لا، الأمور جيدة جدا، وصراحة تحالف عزم بكل الدوائر الانتخابية سواء في بغداد وباقي المحافظات تأتينا من هنا وهناك أنه عزم يتقدم عن باقي من ينافسنا من بعض من الكتل السياسية. أنا أجد أنه عزم سيحصد مقاعد أكثر من مقعد، وسيكون إن شاء الله فوز ساحق في العديد من المحافظات سواء في الغربية أو بغداد أو صلاح الدين، نينوى وباقي المحافظات الأخرى إن شاء الله. طيب، يعني على الرغم من سير هذه العملية بإنسيابية، لكن يذكر بأن هناك بعض الخروقات أو ربما بعض الضغوط التي ذكرت وأنها تمارس من قبل مسؤولين أمنيين، والضغط على ربما التصويت لمرشح دون آخر. كيف من الممكن أن يتم تلافي مثل هكذا مشكلات في التصويت العام، وبالتالي هذا سيؤثر على النتائج؟ يعني لحد هاي اللحظة أنا أتحدث لك عن نفسي وما جرى في مناطق شمال بغداد. لحد هذه اللحظة ما وجدنا أن هناك ضغط أتى من هنا، وإنما تمت العملية بكل انسيابية. وعزم عن طريقي، يعني أنا كمرشحة في شمال بغداد أكثر من جهة، أكثر من شخص، ويعني يعني كنا احترق الفيس بأنامل القوات الأمنية البطلة، لأنه حقيقة أني دافعت عنهم لسنوات طويلة وطالبت بتسليحهم، وأنا من تحدثت عن نظام البديل. فأكيد شعب وعى ستي العزيزة، وعى من اللي قدم له، من اللي ما قدم له، من اللي كان صوته الوطني الواقف على مسافة واحدة من الجميع، مثل ما كان خطاب الشيخ خميس الخنجر. نعم. اليوم صراحة كان خطاب هو خطاب الشارع العراقي، وكأنه يتحدث ما في قلبي، لذلك ليس لدي ما أقوله أكثر مما تحدث به رئيس التحالف عزم. نحن صوت الشارع العراقي، نحن صوت القوات الأمنية، نحن صوت الفقراء والنازحين والمظلومين والقابعين في السجون، نحن صوت عوائل المغيبين والمختطفين، نحن صوت جرف الصخر وكل القضايا الوطنية الحقيقية. نعم، نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وسنكون الحل والبديل عن كل ما جرى لشعبنا المظلوم على مدار
18 سنة، الحال نحو العبور إلى الجهة الأخرى أو الضفة الأخرى. بدون مبالغة صراحة أنا أجد أنه عزم هو النور في نهاية النفق. الشخصيات اللي اختارتها عزم المرشحة شخصيات وطنية نزيهة ما عليها غبار، علما أنه الآخرين صراحة جيروا مؤسسات الدولة، جيروا صندوق الإعمار لصالح حزب ولصالح مرشحين. تعرفينها يعني أنت جايرين مثل صندوق الأعمار وغير صندوق الأعمار لحزب أو مرشح، هذا يعني يفقد لك شلون نقول تكافؤ الفرص، وتكون المنافسة صراحة غير شريفة. رغم كل ذلك اللي جرى في مناطقنا وهذا الصندوق جير لهذا وذاك من المرشحين التابعين لأحد الأحزاب، لكننا استطعنا تفوقنا من خلال مصداقيتنا، من خلال عندما نعد شعبنا بالخير ندفذ له، وكذلك مواقفنا اللي يعني لمستوها وشفتوها أفعال وليست كلمات. وتعرفين عمر الكلمات ما تأتي بكلها، وإنما الفعل والموقف المشرف، هذا ما عملت عليه قيادات تحالف عزم المتمثلة بالشيخ الوطني النزيه الشيخ خميس الخنجر. وأنا يا أختي العزيزة اليوم يعني صراحة الفرحة ما بعدها فرحة، وأنا أستلم الصورة أنه الأنامل هكذا مرفوعة وموجود محطوطة بالحبر البنفسجي. لذلك أقول لأهل في شمال بغداد ولكل محافظات العراق لكل شعبنا بكل طائفة جميل الفسيفساء، يا شعب انت عانيت وانت ظلمت 18 سنة من الفلتان من الخروقات من الظلم من سوء الخدمات، أنا الأوان إليك شعبي أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وتثأر لنفسك. الثورة التشرينية التي جاءت بهذه الانتخابات المبكرة لا تجعلوها تذهب مهب الريح، وإنما اذهبوا لصناديق الاقتراع، صوتوا للشرفاء، لا سيما الآن أصبحت الانتخابات مناطقية، وعندما تكون الانتخابات مناطقية أنت تعرف هذا المرشح لأنه هذا المرشح من ديرته، تعرفه سيء أم رديء. وأكو هناك مصطلح ستي العزيزة بس أرد أقوله للشعب العراقي، أنه المجرب لا يجرب، بشقين، مجرب جربته وطلع ابن أوادم وخوش إنسان ودافع وقاتل من أجلك، هذا عيد للتصويت مرة أخرى. مجرب وطلع فاسد ومرتشي وحقير، حقير ولم يدافع عنك، لا والله هذا أزيحة عن طريق صندوق الاقتراع عن طريق الثورة البنفسجية. ما عادت هناك انتفاضات أو ثورات، الثورة الحقيقية أهلي وناسي وشعبي الطيب الراقي هو أن تذهب إلى صندوق الاقتراع وتصوت للنزيه والشريف. وعن نفسي يا أهلي في شمال بغداد آن الأوان أن تذهبوا لصناديق الاقتراع للتصويت التسلسل 53 الدكتورة عتاب الدول. نعم طيب ستي. دكتورة يعني هل رشحت لكم حتى الآن أو ربما هناك من نتائج استبيانية مقربة عن نتائج الانتخابات الأولية في الاقتراع الخاص، وما مدى أن يكون هناك تشابه ما بين الاقتراع الخاص وحتى نتائج الاقتراع العام؟ والله ستي يعني هي دائما يبدي الغيث بقطرة، يعني احنا الآن سيل من الاتصالات، سيل من الصور اللي تنبعث عن طريق الواتساب والماسنجر انه صوتنا لمرشحة تحالف عزم في شمال بغداد، ليست هذه مؤشرات طيبة انه هذه بس المؤسسة الأمنية اللي عددها 300,000 او 689 منتسب في محافظة بغداد، ما عجبك انه باقي المحافظات ايش قد حتطلع على التحالف عزم، هذا التحالف البطل، هذا التحالف اللي شخصياته من ارقى انواع من ارقى الشخصيات العراقية النزيهة الوطنية. انا اتحدث لك عما جرى اليوم في شمال بغداد، هناك اعداد كبيرة تم يعني وصلتني اعداد نزيهة انه تم التصويت للدكتورة عتاب الدوري، فما بالك يوم 10/10 عندما سوف يزحف العراقيون صناديق الاقتراع لاختيار النزيه الشريف الوطني صاحب التاريخ المشرف اللي ما تطلقت ايده بالسحت الحرام او بالارهاب. نعم. اذا المرشحه عن تحالف عزم الدائره 16 السيده عتاب الدوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتوره.
قص منتسبو الأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون شريط الانتخابات في الاقتراع الخاص اليوم في عموم مراكز الاقتراع المنتشرة في محافظات العراق، حيث بلغ عدد ناخبي الاقتراع الخاص أكثر من 1,196,000. هذا ويدلي نحو 1,076,000 منتسب من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة بأصواتهم في الاقتراع الخاص، حيث خصص لهم ما يقرب من 600 مركز انتخابي، بالإضافة إلى أكثر من 120,000 نازح خصصت لهم 86 مركز اقتراع في 27 مخيما للنازحين، فضلا عن 676 نزيرا في السجون سيدلون بأصواتهم عبر 6 محطات انتخابية بواقع 2 في السليمانية و1 في كل من أربيل ودهوك والمثنى وواسط. هذا وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حيادية القوات الأمنية وعدم السماح بالتأثير على إرادة الناخبين، مبينا أن القائد العام وجه بمحاسبة كل من يحاول المساس بنزاهة الانتخابات. وجهت السيد القائد العام للقوات المسلحة دقيقة وواضحة بالحيادية وعدم السماح بمن يؤثر على إرادة الناخب باختيار المرشحين. قبل قليل حقيقة برفقة السيد القائد عمليات بغداد كان هناك توجيه واتصال من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة لجميع القيادات، وجه السيد القائد العام بانسيابية الانتخابات وأيضا عدم السماح بمن يؤثر على العملية الانتخابية واختيار المرشحين ومحاسبة كل من يقوم بهذا العمل. أعتقد اليوم حضرتكم وكاميرتكم سجلت انسيابية كبيرة و توافد أعداد كبيرة من أبناء القوات المسلحة بكل صنف وتشكيلاتها لمراكز الاقتراع الخاص وهذا العرس الانتخابي الخاص بالقوات المسلحة العراقية. لم تؤشر لدينا أي خروقات لحد هذه اللحظة، ومثل ما أشرت حضرتك أنه هناك مراقبة أممية وأيضا من مراقبين دوليين يتواجدون في كل مراكز الاقتراع بالتصويت الخاص. اللواء يحيى رسول نفى وجود أي حظر للتجوال في الاقتراع الخاص أو العام، مبينا أن المنع متعلق بالتنقل بين المحافظات وكذلك منع الطيران، مؤكدا الحرص على سلامة الناخبين والأمن الانتخابي. لا يوجد أي حظر للتجوال حاليا في الاقتراع الخاص وأيضا في الاقتراع العام، وفقط سيكون هناك حقيقة غلق ل عدم يعني توافد من المحافظات باتجاه بغداد أو باتجاه أي محافظة. هذا مهم جدا. حركة الطيران تتوقف. أيضا هناك توجيهات صدرت في موضوع عدم السماح بإدخال الهواتف النقالة، أيضا حمل الآلات الجارحة، الأسلحة، التعامل بحزم وقوة مع كل من يحاول المساس بأمن الناخب أو بالأمن الانتخابي. إذا للمشاهدين، والآن ننتقل إلى الزميلة ندى المرسومي من بغداد لتضعنا بآخر التطورات وما يحدث من إجراءات. ندى أهلا بك. أهلا أسير. ندى، ضعينا في صورة آخر التطورات أو آخر الإجراءات المستجدة في عملية يعني إجراء الاقتراع الخاص والإنسيابية التي تسير وفقها الخطة. نعم، يعني أسيل، منذ الصباح الباكر وتحديدا عند الساعة 7 صباحا افتتحت المراكز الانتخابية أمام الناخبين من القوات الأمنية بهذا التصويت الخاص، وكان هنالك تدفق كبير من قبل المنتسبين للإدلاء بأصواتهم. يعني أنا أتحدث تحديدا عن هذا المركز الذي أتواجد فيه منذ الصباح الباكر. لحد الآن نسبة التصويت كان نسبة تقريبية وصلت إلى 50%. الآن أعداد قليلة، ولكن نتوقع أن يتم اكتمال العدد الذي كان محدد أن يتم انتخاب أو تدفق الناخبين لهذا المركز. ولحد الآن لم تسجل أي خروقات، كانت هنالك انسيابية بعملية التصويت، وأيضا على مستوى تواجد القوات الأمنية التي تؤمن هذه المراكز بغض النظر عن الخروقات التي حدثت أو تم رصد البعض منها بمراكز أخرى. أيضا كانت هنالك زيارة
لممثلة الاتحاد الأوروبي فيولا، وتحدثت عن أن ما تم رصد من خروقات بمراكز أخرى سوف يتم مناقشة هذا الأمر مع مفوضية الانتخابات، وسيكون هنالك مؤتمر بعد يومين لوضع جميع الوسائل الإعلامية بالصورة وإعطاء تقرير عام. أما النتائج النهائية التي سوف تعلن عن نجاح هذه الانتخابات سوف يصدر هذا التقرير بعد شهرين. إذن ندى، دعيني أذهب إلى الزميل بشير الحسن إلى أربيل أيضا ليضعنا بآخر المستجدات في آلية والخطة التي تجرى وفقها عملية الاقتراع الخاص. تفضل بشير. بداية أهلا أسيل، يعني منذ انطلاق عملية الاقتراع في الساعة 7 من صباح هذا اليوم وإلى الآن في دخولنا في هذا اللايف، حقيقة يعني كان الإقبال ضعيف جدا في هذا المركز الانتخابي. أكثر من 25,000 ناخب من محافظة أربيل توزعونا على 6 مخيمات. إلى الآن في هذا المركز المخصص ل 270 ناخب من النازحين، إلى الآن لم يتم سوى تقريبا بحدود 33 ناخب. أسيل، أنا راح أنتقل يعني مباشرة ونشوف آلية التصويت اللي موجودة في هذا المركز الانتخابي حتى المشاهد الكريم يتعرف على آلية التصويت بالنسبة للناخبين أو النازحين. هنا عندنا في البداية أسيل، في البداية هذا السجل الانتخابي التعريفي بالنسبة للناخب، يعطي بطاقة الناخب إلى مفوضية أو إلى الشخص المسؤول، يؤشر اسمه في هذا السجل، وأيضا تضع البطاقة البيومترية حصرا بالنسبة للنازحين، يتم التصويت حصرا على البطاقة البيومترية، لمن لا يملك البطاقة البيومترية لا يحق له التصويت، توضع البطاقة البيومترية هنا ويبصم أيضا الناخب هنا. وأيضا في هذا السجل، في هذا السجل يتم بصمة وأيضا توقيع اسم الشخص وإعطاء الاستمارة الخاصة، هذه الاستمارة الخاصة يؤشر فيها المحافظة واسم الناخب ورقمه الانتخابي. بعد ذلك يذهب الناخب إلى المكان المخصص لاختيار المرشح وأيضا توضع الاستمارة في هذا الجهاز المخصص للعد والفرز. أسير، مثل ما شوفينا يعني حقيقة في هذه الساعة لحد الآن يعني الإقبال ضعيف جدا، لا يوجد ناخبين، هناك إشكالية كبيرة في نقل النازحين من مخيمات النزوح إلى مركز الاقتراع. كان هناك اتفاق ما بين مفوضية الانتخابات أيضا ويعني وزارة النقل وأيضا محافظة أربيل بنقل النازحين إلى هذه الأماكن المخصصة، ولكن إلى الآن لم يتم نقل هؤلاء النازحين إلى مراكز الاقتراع. هناك يعني تذمر كبير، يعني التقينا بعدد من النازحين في هذا المركز الاقتراع، حقيقة هناك إشكالية كبيرة في آلية التصويت. الكثير من النازحين عندما أتوا إلى هذا المركز لا توجد أسماء ضمن قوائم الاختيار مرشحيهم، فعليها أن يبحث عن اسمه في مركز آخر، وهذا يسبب إشكال وتعب كبير أيضا للناخبين في هذا المكان، يعني مراقبي الكيانات السياسية. خلنا نشوف يعني أشروا أكو خروقات أم العملية الانتخابية تجري بصورة صحيحة. السلام عليكم، حضرتك مراقب؟ مراقب سياسي. أشرت فد خروقات؟ فد إشكالات؟ لا، انتخابات نزيهة وحرة وكل خروقات ماكو، بصورة صحيحة جاي تمشي أمور طبيعية وماكو شيء. شلون نشوف يعني أعداد الناخبين؟ والله أعداد الناخبين قليلة، هي المركز محطة واحدة بها، المحطة 270 واحد، لحد الآن الاستقبال تقريبا 36 واحد، يعني جايين حاضرين منطقة صوت. يعني 36 نعم 36. شو السبب يعني عدم وصول النازحين إلى هذا المركز؟ النازحين احتمال يعني قسم أكثر شيء الأسماء الموجودة هنا. نعم، إذن يعني الأخوان المشرفين على
هذا الاقتراع يعني منعوا المراقبين بالتصريح. عموما أسيل يعني فقط في آخر إحصائية أو نسبة للمشاركين في بالنسبة للتصويت العام والتصويت الخاص، بلغت التصويت الخاص بالنسبة للعسكريين 41%، وبالنسبة للنازحين بلغت 11% لحد الآن. يعني بانتظار يعني ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة 5، أيضا هناك من المحتمل أن تمدد ساعة أخرى إلى الساعة 6 من مساء هذا اليوم، بعد ذلك بانتظار يعني مؤتمر لمفوضية الانتخابات. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات الزميل بشير الحسن من أربيل، شكرا لك، وأيضا الشكر موصول لزميلة ندى المرسوم من بغداد، شكرا جزيلا لكما. أظهر استبيان أجراه المركز العراقي للدراسات أن نسبة المشاركة في الانتخابات تتجاوز 70%، كما تقترب نسبة الجمهور المتردد من 10%، فيما قرر أقل من 20% من مقاطعة الانتخابات. الاستبيان الذي استهدف شريحة واسعة بلغت 2950 شخصا من مختلف المحافظات والأعمار والمستويات التعليمية، أظهر أن نسبة الثقة بالنزاهة الانتخابية أقل من نسبة المشاركة، إذ بلغت نسبة غير الواثقين بالنزاهة الانتخابية 46%، فيما يشكك في نزاهتها 31%، بينما يثق بها 22% فقط، وهو ما يشخص حالة من الوعي لدى الناخبين بضرورة المشاركة الانتخابية تحت أصعب الظروف لتحقيق أعلى قدر ممكن من التغيير. وفيما يتعلق بالمنافسة الانتخابية وحظوظ الكتل السياسية، أظهرت نتائج الاستبيان تفوقا ملحوظا لتحالف عزم عن تحالف تقدم في ساحة تنافس الكتل السياسية للمكونة السنية، حيث بلغت نسبة المتوقعين بتفوق تحالف عزم 53.8 مقابل 46.2 لتحالف تقدم، مبينا أن تحالف عزم الذي يرأسه الشيخ ميس الخنجر يضم أقوى الشخصيات السياسية السنية، كما يعتبر أقوى تحالف سني يخوض غمار الانتخابات. ختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما فيها. لا للتدخلات الخارجية، نعم لإنصاف المظلومين، أملنا بالتعاون مع الشركاء لإنهاء الملفات العالقة، يقول الشيخ الخنجر. قبل ساعات من الإغلاق، منتسبو الهجسة الأمنية والنازحون ونزلاء السجون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص. وفقاً لنتائج استبيان ودراسات، نسبة المشاركين في الانتخابات تتجاوز 70%، وتحالف عزم يتفوق على تقدم في المنافسة الانتخابية. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار والتقارير، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوتيوب وتويتر. شكرا لكم وإلى اللقاء.